أخواتي المؤمنون، أخواتي المؤمنات، سلام الله عليكم. أستقبلكم في هذه الحلقة لنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقة الماضية، لنستكمل معا ما قيل في زواج المتعة، وهو محل خلاف، وكأنه خلاف جوهري بين ما يعرف بأهل الأكثرية والسقيفة، أو ما يعرف ب السنة والجماعة، وأيضا الموالون لأهل البيت، وما يعرف إعلاميا بالشيعة. وأصبحت قصة زواج المتعة هي قصة معايرة وتعييب بين الطرفين، أو بين الطرف الأول على الأقل، طرف من يرى نفسه أنه ابتعد عن هذه الرجازات أو هذه النجاسة زواج المتعة، وهو الأمر الذي استشهد أو توفى الرسول، رفع إلى ربي، إلى جوار ربي، لم يحرم هذا الأمر، وكذلك القرآن لم يحرمه، وبدليل أن عمر قال كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، أي أنها ظلت طوال أبي بكر، فترة أبي بكر وفترة النبي محمد كانت حلالا، حتى ابنة أبي بكر أو عتيق ابن أبي قحافة المكنى بأبي بكر، أسماء، تزوجت من الزبير زواج متعة، أنجبت منها ابنهما الأكبر عبد الله بن الزبير، وهو الذي كان له الدور الحاسم في نقل أبيه من ولاية الإمام علي ومن مصادقته ومن الوقوف معه إلى أن يكون عدوا للإمام علي، بدلا من أن يقف معه عند محنة الدار أو حين اقتحم كثيرين، سوف نورد أسماءهم فيما بعد، اقتحموا دار الزهراء ابنة النبي محمد بغرض حرقه وإجباره، من إجبارها وزوجها ومن عندهم من المعارضة اللائذين الذين رفضوا بيعة أبي بكر لكي يؤخذوا بالقوة ليبيعوه، إلى أن انتقل الزبير من هذا الموقف إلى موقف آخر، أن يكون عدوا ومحاربا لإمام زمانه الإمام علي في موقعة الجمل مع زوجة الرسول عائشة بنت أبي بكر. يلاحظ أن أسماء من التي ذكرتها، قلت لكم من المرة الماضية، خالد بن عبد الله الأنصاري، زيد بن ثابت الأنصاري، سلمة بن الأكوع الأسلمي، وعمران بن حصن الخزاعي، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب. يقول عنهم ابن حبيب في كتاب المحبر صفحة 289 أنها شخصيات ضعيفة النفوذ، وينفرد ابن عباس بأن ابن عباس فقط هو أقوى شخصية في هذه المجموعة، ولم يكن ابن عباس يؤكد سريان زواج المتعة فحسب، بل نقدا لعمر قال له رحم الله عمر لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد، وقيل في رواية أخرى ما زنى أحد إلا شقي. ويذكر القرطبي في تفسير أن أتباع مذهب ابن عباس في مكة واليمن يرون المتعة حلالا، يرون المتعة حلالا. ويضاف إلى أسماء الماضية اسم معاوية وابن مسعود وجابر بن عبد الله، أيضا في ورد ذلك في كتاب المعافري الناسخ والمنسوخ صفحة 134. فيما يخص الآية المتعلقة بزواج المتعة، بأن فريقا من أهل السنة رأى بأن تحريم زواج المتعة فرضه النبي محمد، هم يرون أهل الأكثرية والسقيفة أو ما يعرف بأهل السنة والجماعة رأوا أن النبي حرمها في المصدر السابق صفحة 136، وأيضا ورد في تفسير البغوي. ويرفض ابن الجوزي ذلك لوجهين: الأول أن الآية سبقت لبيان عقدة النكاح بقولها محصنين، أي متزوجين عاقدين النكاح، فكان معنى الآية فما استمتعتم به منهن على وجه النكاح الموصوف فآتوهن مهورهن، وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهي عنه، ولا حاجة إلى التكلف، وإنما جاز المتعة برسول الله ثم منع منها. الثاني
أنه لو كان ذلك لم يجرى نسخه بحديث واحد، ورد ذلك في كتاب نواسخ القرآن صفحة 114، في حين أن جماعة علماء القرآن قسموا بدورهم إلى رأيين بصدد هذه الآية. ففريق رأى أنها منسوخة أي ملغاة، وآخر أنها محكمة، أنها آية محكمة أي أنها قوية البناء اللغوي، لا يمكن تفسيرها على أكثر من نحمل أو أكثر من معنى، وإنما هي تعني معنى واحدا لا يجوز التطرق منه إلى معنى أخرى. ورد في الناسخ والمنسوخ للمعافري صفحة 134. وعلى أي حال فإن لهذه الآية سياقا تاريخيا مثيرا للجدل الأخلاقي. فنقرأ في أسباب نزولها بأن مسلمون أو مسلمين سبوا في أوطاس، موقعة أوطاس، نساء متزوجات بيد أنهم أحجموا عن الوقوع عليهن أي مواقعتهم جنسيا عملا بسلوكيات العهد قبل الإسلامي أي الجاهلية التي تعتبر مقارفة هذا العمل إثما، أي أنك حينما تسبي نساء متزوجات لا تواقعهن، هذا كان مطبقا في الجاهلية. وإنما استشاروا النبي محمد بشأنهن الذي نقل إليهم بعد حين الآية، قال لهم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فقال أحد المسلمين فاستحللنا بها فروجهن، أي استحللنا بهذه الآية ما قلناه أن يجامعهن مجامعة الأزواج. ورد ذلك في أسباب النزول للواحد صفحة 123. ليس لدينا ما يبرر بأن فكر عمر تسامى إلى سلوكيات ممثلنا أي سلوكيات مثلى وزاهدة، فإن هذا لم يكن بوسعنا اعتبار عمر إمبراطورا بسبب العصر أولا وبسبب الشخصية ثانيا، إلى أن المواد التاريخية التي لدينا تشير إلى أن سلوكه وإن كان فيه زهد نسبي إلى أنه لم يصل إلى حد الرهبنة أو التبتل أو الكف الجنسي، وإذ كان وعيه لم يبلغ درجة التفكير بإلغاء التسري بالجواري وهو الأمر الذي كان سائدا في عصره، ولا حتى إلى درجة التفكير في الإشارة إلى إلغائه. فإننا بالحقيقة لا نستطيع أن نجد في موقف عمر تفسيرا مقنعا من منظور إخلاقي، وإن كان لموالين الأهل البيت خاصة الروافض أو الرافضة وهم أعلى طبقة من الذين يعلنون البراء بعد ولائهم لأهل البيت، البراء من أعدائهم حتى وإن كانوا من كبار الصحابة، لهم رأي آخر في هذا المنظور الأخلاقي، كيف أو لماذا حرم عمر زواج المتعة وهو أمر علميا حتى الآن أترفع عن أن أناقشه لواقع الصعب والسيء على نفوس من يسمع، ولكن أعتقد هو ليس مبدأ مرفوضا وليس وجهة نظر مرفوضة، ولكنها وجهة نظر لها كل الاحترام، وإنما وأنا لا أختلف معها، ولكن أتركها إذا جاءت لها مناسبة فهي أمر بالفعل ربما كان من منظور أخلاقي، أراد عمر أن يمنع زواج المتعة، وأيضا هو أمر ربما كان من منظور أخلاقي، ولكنه كان من الأمور التي جعلت حتى عموم المسلمين على مدار السنوات التي حكم فيها عمر يعانون من حكمه، يراه بعضهم أنه مستبد بينما يراه آخرون مستبد عادل، ويراه آخرون أنه كان متغطرسا طاغية حاكما قويا. في النهاية قالت عنه أغلب كتب التراث والسيرة أنه حينما مات عمر تنفس المسلمون الصعداء، وهذا يفسر ما قالوه لأبي بكر حينما ولاه عليهم، أي ولى عمر، ذهبوا إليه قالوا له لقد وليت علينا فظا غليظا، فربما كانت من الفظاظة والغلظة تحريم هذه الزواج أو هذا الزواج المتعة الذي ورد بالقرآن، وباعتراف عمر أنه كان حلالا إذ قال أنه كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما،
وربما أيضا يضاف إليه المنظور الأخلاقي، ليس المنظور الأخلاقي الذي يراه المستشرقون هنا أنه أراد أن يلغي بالتدريج فكرة التسري بالجواري، وإن كان الرق والتسري بالجواري ظل موجودا ولم يحرم سوى زواج المتعة، بينما كان من الأفضل أن يحرم الرق ويحرم التسري بالجواري وإن كان يجوز له، حتى أن القرآن جعله قربانا وجعله كفارات وجعله جزء من العبادة، وقال من بين سطور القرآن للناس ألغوا الرق بقدر الإمكان، ألغوه حتى إن كان نظاما عالميا مرتبطا بنظاما اقتصاديا أكبر لا يمكن إلغاؤه لا بالتدريج ولا حتى مرة واحدة كما ألغى الخمر، وكما يقال يعني في تفسيرات أهل السقيفة والأغلبية وأهل السنة والجماعة أن القرآن حرم تدريجا، وأنا ورأي لا أميل إليه إنما أميل إلى الرأي الذي قال ذهب إليه المولون لأهل البيت إذ قالوا أن الخمر حرم مرة واحدة، وأن الآيات التي وردت فيه كانت تحرم مواضع التحريم ولكن لا تحرم تدريجا، إنما الخمر منذ البداية كان محرما مرة واحدة، ولكن الرق لا يمكن تحريمه مرة واحدة، وكذلك الجزية والمكوس والخراج، كل هذه الأمور كانت نظاما عالميا وقتها تلتزم به كل الممالك وكل الحضارات المنتشرة في هذا الوقت في مختلف بقاع العالم، فكان يصعب أن تحرم الرق لأن لم تكن هناك حتى في هذا الوقت مؤسسات اجتماعية ترعى أسرى الحروب، ولم تكن هناك تطور إنساني يسمح بظهور معاهدات للحروب تمنع أخذ الأسرى وتوجب معاملتهم وكيف يسجنون وكيف يعتقلون وكيف تتبادل الأسرى، إنما كان ما هو هناك كان عرف اجتماعي مقبول في كل العالم لم يأتي به محمد ولم تأتي به الشريعة المحمدية، فكرة الرق والعبيد بل حتى تعدد الزوجات لم يأتي به تأتي به الشريعة المحمدية، إنما هو كان أمرا شائعا ومعروفا في العالم كله، وإنما ما حرمه أو ما جعله شبه محرم أو شبه غير لائق اجتماعيا وغير لائق حضاريا هي الظروف اجتماعية وظروف حضارية فيما بعد، إنما كان موجودا حتى في العهد القديم نجد معظم أنبياء الله تزوجوا أكثر من امرأة، عودوا إلى زوجات سليمان وزوجات داود، وكم تزوج النبي الله إبراهيم النبي في العهد القديم تزوج أكثر من امرأة، وهو معروف أيضا في القرآن كذلك، تزوج من جواري وتزوج من حرائر مثل سراي أو سارة، وتزوج من هاجر الجارية التي أنجب منها أبو العرب إسماعيل وهكذا. لهذا نميل لتبني أن تشريع عمر يعود بالدرجة الأولى تطور موضوعي في النظام التشريعي للدور الناهضة والتي أخذت معالم الذكورة تزداد قوة، ومن هنا فإن هذا التشريع كان يدعو إلى تصفية بقايا الأمومية في السلوكيات العربية، هذا رأي استشراقي بالضرورة، وتأثيراتها في الإسلام، إن هذا الخرق المقدس أي خرق عمر لهذا النص جرى وفق مقتضيات التطور التاريخي هكذا يقول بعض المستشرقين، والذي أتم بالذكورية فإلغاء زواج المتعة كان يهدف لهدم آخر النزاعات الأمومية في المجتمع بألوان ذكورية أبقى عليها مثل التسري بالجواري التي صبغت المجتمع العربي، بينما أنا أختلف معهم وقلت في الهوامش نختلف مع هذا الرأي أن الرق والتسري بالجواري وما ملكت اليمين الرأي الذي قلت لكم منذ لحظات نظاما لم يخترعه الإسلام ولا المجتمع العربي، وإنما كان نظاما اجتماعيا اقتصاديا عالميا مارسته البشرية لسنوات طويلة حتى ألغيت في القرن التاسع عشر الميلادي، وتحديدا ألغي الرق في عام 1862 في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقعت عليها مصر أيضا في وقتها ربما في عهد الخديوي وإسماعيل، وظل الرق ساريا حتى رغم توقيع المعاهدة ساريا بدرجة أخرى، فأين يذهب العبيد؟ قالوا لأسيادهم سوف نظل معكم، ألغي الرق ولكن ظلوا عبيدا من الناحية النظرية. أما آخر الدول التي ألغت هذا النظام أو أجبرت على توقيع تعتبر أن الرق والتسرب الجواري هو جزء من الدين كانت ما يعرف بالعربية السعودية، ووقعته عام 1962 أي بعد 100 عام من ظهور معاهدة إلغاء الرق.
فالآية تسمح بشقاء الأول، أي الآية التي تتكلم عن المتعة تسمح بشقاء الأول انتهاك جسد الأسيرات المتزوجات إلى خرق، مش ليس زواج المتعة عفوا، ولكن الآية التي تتكلم عن زواج المتعة من الزوجات التي أسرنا، يعني كان يجوز التسري الزواج من أسيرة من المحصنات التي كانت متزوجة من قبل ثم أسرت. تظهر ذكورية الإسلام، هذه الرخصة لم يمسها عمر بل قام بنسخ الشق الثاني فقط لحساب الشق الأول بطريقة غير مباشرة، يعني أبقى على التسري، قال بدلا من أن نتزوج هؤلاء النساء المتزوجات أو اللائي أسرنا وأخذنا من أزواجهن وبيوتهن، بدلا من أن نتزوجهم زواج متعة نتسرى بهم تسري الجواري. وربما لهذا بالضبط تقبلت الرؤية السنية هذا الخرق وقدمت له كل التشريعات. هذا الرأي الذي مضى كان رأي مالك مسلماني في كتاب السيرة المتوارية صفحة 205، وهو نقله عن غالب أفكار معظم المستشرقين في هذه المسألة. تلخيصا، نأتي إلى متعة الحج. متعة الحج هو التحلل من المحظورات خلال فترة الحج، وذلك خلال المدة بين الإحرامين من العمرة إلى الحج. وقد قال عمر بأنه مع علمه بأن محمدا كان يمارس هذه المتعة الحج مع المتعة مع الحج مباشرة، لأنه كره أن يأتي الرجل من العمرة ثم يأتي النساء، أي عمر كره أن يأتي الرجل من العمرة ثم يأتي النساء وبعد ذلك يذهب يهل بالحج. ورد ذلك في كتاب ابن أبي الحديد المعتزلي صفحة 291. وقال عمر أن التبرير الذي قدمه بأن التمتع في الحج يسيء إلى الحالة التطهرية لمنسك الحج، بمعنى حينما يتحلل الإنسان من بعض مناسك الحج من قيوده فيجامع امرأته ثم يحرم بنية الحج ويلبس ويبدأ في إجراءات الحج، رأى عمر أنه كان لا يجب على الرجل أن يجامع زوجته بعد المتعة ثم يبدأ في تهليلات وتكبيرات الحج، بينما الرسول أقرها والقرآن أقرها حينما قال وأتم الحج والعمرة لله، أي جمعهما بالواو واو العطف، وأتم الحج والعمرة لله، لم يقل وأتم الحج ثم العمرة لله، أي هناك فارق زمني بين الأمرين، وإنما كان أمرا واحدا، أي وهم رأي خاص يؤيده أكثر من رأي فقهي أن الحج والعمرة لا تليق إلا معا، كما نص القرآن أنه لا حج بلا عمرة، أن الحج لابد أن يكون مرتبطا بأداء العمرة معه حينما يقول وأتم الحج والعمرة لله. وهناك من يرى أن تتم الحج والعمرة نسكا مرة واحدة ثم يمكن الفصل بينهما فيما بعد، أن يكون هناك حج بمفرده وعمرة بمفردها. كذلك قال أن التبرير الذي قدمه عمر بأن التمتع في الحج يسير إلى الحالة التطهرية إلى منسك الحج، ورد ذلك في مسند أحمد رقم 353 وسنن النساء الكبرى رقم 3684. ورغم أنه أقر بأن متعة الحج وزواج المتعة كانت تمارسان في عهد محمد النبي أي عمر، إلا أنه أصدر أمرا قاطعا بمنعها أو بمنعهما، وأضاف فافصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وأحرم الأخرى وهي متعة النساء، فلا أتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة، أي قتلته. وكانت عقوبة من يتزوج زواج المتعة يغيب في الحجارة، أي يقتل قتلة بشعة. ورد ذلك في مصنف ابن شبة صفحة 198 إلى 199. افصلوا حجكم عن عمرتكم، والقرآن يقول وأتموا الحج والعمرة لله،
هنا أيضا مخالفة للقرآن، وهو النص الإلهي بالنسبة للمسلمين وبالتالي أو المؤمنين بمعنى أصح التشريع المحمدي. لذا فإن المخالفة للقرآن في هذه الآية ليست الأول وليست الأخيرة التي يخالف فيها عمر نصا قرآنيا. نترك هذا الأمر لأعلق عليه، وأنا قد كنت علقت على هذا الأمر أيضا في فواصل وفي الهوامش هذا البحث، وقلت هذا الرأي العمري يراه بعض المستشرقين مخالفا لظاهر الآية القرآنية وأتم الحج والعمرة لله، والآية تتجه في تفسيرات بعض الفقهاء بتلازم الحج مع العمرة في توقيت واحد، وخلفهم آخرون، وهذا ما يتبعه كثيرون حتى الآن أنهم يفصلون الحج عن المتعة، عن متعة الحج، وإن كان الحج والمتعة في الآية القرآنية مقترنان، وجاء عمر ليفصلهما عن بعضهما البعض. لا أدري لماذا جعل من نفسه مشرعا. هنا أنا أختلف فقط مع من يختلف مع نصوص هو ألزم نفسه حينما دخل هذه الدعوة باحترامها والوقوف عندها، لا أن يعلو فوق النص أو يتساوى مع النص أو يعلو فوق النبي المرشد المعلم لهذه الأمة أو يتساوى معه أو يعلو أوقات كثيرة على النبي. هل كان يجرؤ محمد نبي الإسلام أن يفصل بين الحج والعمرة؟ هل كان يستطيع أن يجعل أن الطلاق وهذا لم يرد أمره في البحث ولكني سوف أضيفه في نسخة مزيدة ومنقحة أيضا، كيف جعل عمر أن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يعطي الحق في طلاق المرأة طلقة بائنة بأن تكون طلاق لا عودة فيه إلا من خلال زواج بآخر ثم عودة للزوج بعد أن تطلق المرأة، بينما الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ كيف يكون الطلاق في مجلس واحد ثلاث مرات موجب للطلاق نهائيا وكأنها طلقة ثالثة، بينما الطلاق هو درجات كما حض القرآن؟ حتى أن هناك دائما التفسير الذي يقال حتى في المحاكم المصرية أيضا يقال هو طلاق شرعي أم طلاق بدعي، أي طلاق على البدعة التي ابتدعها عمر بن الخطاب. وقلت لكم من قبل أن القاعدة الفقهية بل نص الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا منهج ثابت وهذه حجة على الجميع ليست على عمر وحده، ولكن حينما لا يلتزم بها لا يعفيه أنه عمر ولا يعفيه أنه كان رقما كبيرا وصعبا في التاريخ الإسلامي، إنما هو هنا مخالف مثله مثل أي مؤمن عادي أو أي مسلم عادي أو أي فرد من أفراد المجتمع الإسلامي، وبالتالي تسري كما تسري عليه الجنة تسري عليه النار أيضا، لأنه تحت رحمة الله وليس فوقها وليس فوق النبي الذي قال لو قدم داخلها وقدم خارجها كما قال أهل السنة ما أمنت مكر الله، وهكذا قالها أيضا أبو بكر أو عتيق بن أبي قحافة المكنى بأبي بكر حينما قال ذلك، برغم أنه ورد في النص الذي وصفته أنا من قبل سكوك الغفران المعروفة بالعشرة المبشرون بالجنة، وقلت كيف يقول عن نفسه أنه ما أمن مكر الله أن قدم داخلها أو قدم خارجها، ما أمنت مكر الله، كيف يقول ذلك أبا بكر وهو الذي بشر في بالجنة في هذا الصك أو صك الغفران الذي يمنح مفاتيح الجنة لكثيرين؟ والغرابة والاستغراب أيضا في هذا الصك الأسماء التي وردت فيه لم يرد فيه سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وكذلك لم تأتي فيه فاطمة ابنة محمد، ولم يأتي فيه ذكر لكثيرين ممن بشروا في أحاديث كثيرة بالجنة ولكنهم لم يأتوا في قرار دخول الجنة أو المسميه صك الغفران العشري أو الصك الذي جمع عشرة من
مما يعرف مجازا بالصحابة، وقيل أنهم هم من أهل الجنة بيد أن لم تكن فيهم امرأة. يبدو أن الجنة سوف تحوي رجالا فقط ولن تحوي نساء على الإطلاق، إذ أن مسألة التبشير كان لابد أن تكون فيها على الأقل فاطمة بنت محمد. ولكن نتكلم عن عقوبة شارب الخمر، وهي لها قصة طويلة مع عمر وقصة حساسة جدا، إذ أنه لم يكن بعيدا عن هذا الأمر. يقول هنا: لم يتقيد عرب قبل الإسلام بحظ شرب الخمر، ولا نستطيع أن نقدر حجم انتشار عادة شرب الخمر ومهما كان انتشارها، فليس لدينا ما يشير إلى أنها كانت ظاهرة مرضية مستفحلة، لكن يمكننا التقدير بأنها كانت منتشرة بشكل واسع نسبيا، وذلك أن عمر الشخصية التي سيكون لها لاحقا يد الطولة في تحريم الخمر التي كان يتعاطاها. لكن عبد الله بن جدعان التيمي صاحب الدار الذي عقد فيه حلف الفضول، وبالمناسبة عبد الله بن جدعان هو زعيم قبيلة تيم، هو الذي كان يعمل لديه ابن قحافة والد عتيق الذي كني فيما بعد بأبي بكر، وكان يعمل معه عتيق أيضا ابنه الذي يعرف بأبي بكر، عملوا في خدمة عبد الله بن جدعان تيمي في داره للخدمة قبل ذلك. لذلك هذا ما ينفي أيضا أن لأبي بكر كان له ثروة من المال، أو كان غنيا، أو كان يشتري العبيد، أو كان ينفق على الحملات، فهو هنا لا يملك حتى قوت يومه، بل أن اسمه لم يكن مذكورا في دار الندوة التي كانت تحوي أكبر تجار قريش، لم يكن معروفا بينهم كعبد الرحمن بن عوف أو كغيره، وبالتالي لم يكن من الأثرياء المعروفين كعثمان بن عفان أو غيره، وبالتالي لم يكن له تجارة معروفة، أو لم يكن له اسما في الغرفة التجارية بمكة وقتها التي كانت معروفة بدار الندوة، وهي أيضا التي كان يمكن أن نعرف منها أصحاب الأموال أو الذين كانوا على جانب من الثراء أو جانب من المال. فلم يكن عتيق بن أبي قحافة المكنى بأبي بكر لم يكن ضمن هذه الدائرة. نترك هذا الأمر ونعود إلى قصة الخمر. ويمكننا التقدير بأنها كانت منتشرة بشكل واسع، أي الخمر نسبيا، في الجزيرة العربية، ذلك أن عمر الشخصية تكون لها لاحقا يد الطولة في تحريمها. ورد قصة عبد الله بن جدعان في السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة 111. عبد الله بن جدعان ينتمي لآل عتيق بن أبي قحافة لأبي بكر وعثمان بن مضعون، ورد ذلك وعثمان بن عفان أيضا وعبد المطلب بن هاشم، ورقة بن نوفل والوليد بن المغيرة، أيضا كل هؤلاء كانوا يقال أنهم من الدار، أو كانوا من أعضاء حزب حلف الفضول. ويقال أيضا أن من الذي أن هشاما أو الوليد بن مغيرة ضرب ابنه هشام على شرب الخمر، ورد ذلك في كتاب المحبر صفحة 237. والجديد ذكره أن الوليد بن المغيرة من زنادقة قريش الذين تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة، ورد ذلك في المحبر 161 كما تقول عنهم الأخبار. وعندما جاءت الدعوة المحمدية فإنها لم تتعامل مع قضية شرب الخمر في مكة، بل ربما تجد فيه آية الهبة كما ورد في آية قرآنية تعود نهاية المرحلة المكية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. سورة النحل الآية 67. لكن لاحقا وبعد الهجرة إلى يثرب، فإن الإسلام تعاطى بطريقة مختلفة مع قضية شرب الخمر الذي أخذ منه ثلاث مواقف متعاقبة انتهت أخيرا بتحريمه، تحريم الخمر. واحد، نظر إلى شرب الخمر على أنه شرب الخمر أنه آثم، مع الإقرار بوجود منافع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية مرة ثانية، يسألونك عن الخمر والميسر
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية 249 من سورة البقرة. بعد ذلك جاء أمر تحريم أداء طقوس الصلاة في حالة السكر في الآية 43 من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأخيرا التحريم القطعي لشربها تماما ورد في الآية 90 من سورة المائدة حين قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية. لكن لم يرد في القرآن عقوبة محددة لشارب الخمر، والعقوبة التشريعية لشاربها هو من استحداثات عمر الذي سن عقوبة 80 جلدة لشارب الخمر، ورد ذلك في كتاب تاريخ الخلفاء في الصفحة 165. ويقال أن عليا أي علي بن أبي طالب أشار على عمر بن الخطاب بهذه العقوبة. ويقول آخرون أن الذي أشار بهذه العقوبة هو عبد الرحمن بن عوف، ورد ذلك في الدر المستطاب صفحة 72. وقام قيل أن خالد بن الوليد قد كتب إليه منبها إياه إلى انهماك الناس في الخمر بسبب ضعف العقوبة، أن العقوبة ضعيفة، وأن عمر تشاور مع المسلمين مهاجرين وأنصارا فكان رأيهم تحديد عقوبة شاربها بثمانين جلدة، ورد ذلك في وثائق مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الرشيدة صفحة 515. فأخذ عمر بهذا الرأي وطبقه في المدينة، أي عقوبة الجلد 80 جلدة. ومن ثم أمر بتنفيذ هذه العقوبة في مناطق أخرى، ورد ذلك في كتاب الفاروق عمر الجزء الثاني الصفحة 244. ومع ذلك لم يعتبر المسلمين أن هذه العقوبة منصوص عليها في القرآن، وهي بالفعل ليس منصوص عليه، ويبدأ أنهم استمروا في شرب الخمر. فروي أن أبا عبيدة بن الجراح علم بخبر جماعة من المسلمين شربوا الخمر مبررين تصرفهم بأن القرآن قد خيرهم في قوله فهل أنتم منتهون في سورة المائدة الآية 91، وأنه ليس في النص القرآني تحريم قطعي. وقد أنبأ أبو عبيدة عمر بن الخطاب بوجهة نظرهم، فرد عليه عمر بأن فهل أنتم منتهون معناها فانتهوا. طلب عمر من أبو عبيدة أن يسألهم رأيهم، فإن زعموا أنها حلال قتلهم، وإن قالوا أنها حرام فيجلدهم 80 جلدة، أي أن عمر يشرع من رأسه، إذا قالوا أنها حلال يقتلهم. بالفعل من الذي يحل ما أحرمه الله جزاؤه النار، ولكن أن الحاكم أن يقتله لمجرد أنه قال على حلال حرام أو حرام حلال، هذا أمر أعتقد أنه فيه تجاوز كبير، بل هو أمر بما سبق وقلناه من قبل متناسق تماما مع رؤية عمر لنفسه كمشرع وكنبي جديد ورجل يمتلك التصرف في النصوص، وإن لم يجد في النص تصرف فيتصرف هو بنفسه ويضع نصا من عنده كما رأينا وكما سوف نرى فيما بعد. وقلنا رأينا هنا داخل هذه الدراسة، قلنا يصعب التصديق أن علي بن أبي طالب فقيه الإسلام والأعلم بالقرآن وحبر أحبار الأمة المحمدية أن يتصدى لعقوبة شرب الخمر، وذلك باعتبار أمرا لا يثبت بإقرار أو شهود، وإنما بالاعتراف، وأن الجريمة فيه الخروج إلى العلن وإذاء الناس بسبب الخمر فقط، خاصة أن الحد أقيم قياسا على حد قذف المحصنات الغافلات، على أساس أن من شرب هذية ومن هذية قذف المحصنات، بينما المنطق يرى أن من هذية أيضا قد يسرق أو يقتل أو يكذب أيضا، ثم أن من ذهب عقله بالخمر وهذية فقد فقد مناط التكليف ولا عقوبة عليه،
أنا أستبعد أن يكون الإمام علي قد شرع عقوبة شارب الخمر بثمانين جلدة. إن كانت التعزير فهي عقوبة تعزيرية، لكن قياسا على من شرب فقد هذه ومن هذه فقد قذف المحصنات الغافلات، لماذا قذف المحصنات الغافلات فقط؟ هذا أمر لا ندري له سببا. والظاهر هنا أن تشدد عمر داخل الجزيرة العربية بشأن الخمر وإنزال عقوبات شديدة بحق شاربيها قد دفع ببعضهم لترك ديار العرب، إذ يروى أنه أحرق بيت رجل من ثقيف ونفاه إلى خيبر فهرب إلى بلاد الروم، ورد ذلك في كتاب الشيخان صفحة 205. كما هرب ربيع بن أمية ابن خلف الجمحي إلى أرض الروم لأن عمر جلده الحد في الخمر، وقد كان ربيعة بن أمية معروفا بالأنفة والسخاء، وقيل أنه أقسم بألا يقيم بأرض حدة فيها أي أقيم عليه فيها الحد، فرحل إلى بلاد الروم واعتنق المسيحية هناك، ورد ذلك في كتاب المفصل صفحة 118. ويرى ملك مسلمان في كتاب السيرة المتوارية صفحة 209: علينا نتعامل مع الروايات بحذر، ولربما كان الثقفي قد عوقب بوصفه صانع للخمر. في حالة ربيع بن أمية كان عمر يريد أن يكسر أنف هذه الشخصية البارزة متذرعا بأن ينفذ فيه الحد، وهكذا كان دأب عمر مع كل من كان له أنفة مثل خالد بن الوليد وغيرهم، بل أن أيضا خالد له مشاكل مع الأسرة ومع خلاني، كان على قرابة من ناحية الأم من بني مخزوم تقريبا، وتكلمنا عن هذا الأمر سابقا، فكانت هناك رواسب في الشخصية، فأراد أن يكسر أنفه أيضا فكسر أنف ربيع بن أمية. وهناك خصوصا في رواية تقول أن عمر ضرب رجلا لشربه النبيذ بل لسكره أيضا، ورد ذلك في كتاب أخبار عمر الصفحة 177 إلى 178. ويضيف مسلماني إحدى القضايا التي تعين لفت الانتباه إليها هو أن السكر لفظة عبرية تعني المسكر، وأن الخمر كان مباحا في اليهودية والمسيحية من دون السكر منه، بيد أن النصارى من بني إسرائيل الأسينيين المتنصرين قالوا بتحريمه، حتى أنهم حرموا استعماله في القربان من خبز وخمر، فقال باستعادة الخمر بالماء في القربان. ويقول كتاب أعمال توما: إن القربان من خبز وماء لا خمر فيه. ويحق لنا أن نطرح تساؤلا: إذا كانت ثمة مؤثرات دينية أخرى تلعب دورا في رؤية عمر، وبكل الأحوال هذا يؤشر على أن اكتمال بناء المنظومة الإسلامية الكتابية ومن ثم التشريعية كان ما يزال مستمرا، وأن عمر كان هنا يقوم بدوره النبوي، أي يقول المستشرقون هنا أيضا أن عمر كان يطور التشريعات الإسلامية بنفسه، وأن الدور النبوي لم يكن توقف بعد استشهاد محمد وانتقاله إلى جوار ربه، ولكن كان عمر يستكمل المنظومة التشريعية الإسلامية لأنها لم تكن اكتملت بعد بوفاة. هذه كانت رؤية استشراقية أنها لم تكتمل، وهذا الذي أعطاه عمر للآخرين انطباعا بأن الإسلام لم يكن كافيا فيه ما قاله القرآن ولا ما قاله نبي الإسلام، ولكن هو قام بدور النبي، وهنا كان له دور نبوي كما يراه بعض المستشرقين. هذا سميته بالمتنبي. أما كان لي رأي آخر قلته لكم من قبل عن الخمر، تحريمه في العهد القديم كان تحريما باتا كما حرم في القرآن، بأنه تحريم لا رجعة فيه، وأنه ليس تحريم للخمر فقط، ولكن تحريم الاقتراب من الخمر، وأنه نجتنبه كالأنصاب وكالأزلام وكالميسر، وأن ألا نقرب الخمر نهائيا. في هذا في العهد القديم في التوراة. أما في العهد الجديد فكان التحريم للمسكر فقط، وكناه من قبل، وربما نعود إليه مرة أخرى ونرى ونؤكد أيضا. كان هناك لنا تعليق على هذا الكلام الاستشراقي، قلنا أن القرآن أكد أيضا أكد في ثنياته أن الدور النبوي اكتمل تماما برسالة محمد النبي، ولم يعد هناك مجال في عهد عمر أو غيره استكمالا لما قد استكمل بالفعل. إلى هنا تنتهي حلقتنا، واستقبلكم في الحلقة القادمة لنتكلم على الكلالة لنعلم كيف كان موقف عمر منها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأراكم على خير. سلام من الله ورحمه.